بنرجع مرة أخرى أعزائي المشاهدين ومسابقات الفروسية، البطولة الدولية من وادي الفروسية في منطقة البساتين بالقاهرة، والمكان المجهز للبطولات الدولية في مكان رائع وجميل اللي باين فيه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، مكان جنب بحيرة عين السيرة، دي البحيرة التانية أعلى الشاشة خالص هو منطقة متحف الحضارات، وبنشوف القلعة والمقطم، يعني منطقة حقيقة تطورت تطور جميل وبقت سياحية. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وفي المقدمة حتى الآن هو يوسف أسامة عبد الهادي 32 ثانية، وهنشوف الفارس القادم. مع حصانه الأزرق بخطوة منتظمة، والأقصر الأصفر، ويروح بقى للثنائي، شايفين الثنائي ويرجع يوزن حصانه. خلاص بقى هنا السرعة مطلوبة، السرعة مطلوبة علشان يحقق أقل الزمن. الفارس أحمد صبحي السرعة اتقطع، بس بصوا هدوء الفارس كأنه ولا حاجة حصلت، رجع بقى هنا لغايه ما الحصان يهدى، السرعه اتقطع منه، اتفك من الارطمه وهو بيهدي حصانه، وحصانه هينزل اهو خطوه الترط او الغار، بس مزمم ان هو يفضل في دايره عشان الحصان ما يكملش. هو الحصان هنا كانه بيشتغل، لكن هو عايز يقول له استنى، يعني هو حاول يقول لحصانه اهدى، ومفروض بقى يحط الارطمه اهو، شوفوا هيوطي يحط الارطمه، ومسك حصانه احمد صبحي. طبعا يعني الحصان رايح عند الباب، بس بصوا مش هيقدر يروح قوي لانه لازم يدخل في الركن ويوقف حصانه. سيف عصام عباس بن جمهورية مصر العربية والجواد إريكا جاكاردا، والفارس الثاني خرج مفيش مشكلة. سيف عصام عباس من أبطال مصر، ومن يعني هو من نادي سبورتينج، وكان ممثلا لجمهورية مصر العربية، والده برضو فارس، أسرة كلها فارس، عمه فارس، يعني العيلة كلها فرسان من زمان بيمارسوا هذه الرياضة. أول مانع على خطوة منتظمة رقم اتنين، الاتنين ورا بعض، يعني كده يلف شمال لرقم تلاتة، سد قائم وعلى انحناء بسيط لرقم أربعة. هنا ده سؤال، انه الاتنين ورا بعض مرتبطين ببعض ولكن بانحناء مش على خط مستقيم. وبعد كده الثنائي، و بخطوة حلوة. طبعا لينا الفرصة ان نحيي رئيس الاتحاد دكتور اسماعيل شاكر على المجهود اللي قام بيه، والفريق المعاون ليه من اعضاء الاتحاد،
والفريق المعاون بتجهيز هذه البطولة. احنا على مدار اسبوعين يعني الويك اند ده واللي جاي هو اللي فيه بطولات دولية. اشجعكم جمهورنا العزيز تروحوا وتتفرجوا على هذه البطولات، جميلة جدا ورائعة جدا ومميزة جدا. سيف الدين عصام عباس 4 نقاط جزاء. فتحية لفريق العمل اللي بيعمل من أجل إنجاح هذه البطولة، من رئيس اتحاد وأعضاء اتحاد الفروسية المصري والمنظمين من اتحاد الشرطة الرياضي والشرطة اللي قايمين بالبطولة الأسبوع ده، ومعاهم المهندس خالد عاصم برضو بيساعد في تنظيم هذا المكان، كل واحد مسؤول عن مكان. الحقيقة برافو عليكم. علي البربري من جمهورية مصر العربية والجواد سوبرمان، لكن سوبرمان ما كانش سوبر قوي على أول مانع ووقعه ب4 نقاط جزاء. هارد لك يا علي، ولكن مش مشكلة، انت في بداية المشوار وبتبحث عن الارتفاع في المستوى وده حاجة جميلة جدا. الفرسان دايما بيبنوا لأعلى، بيبني برج، والبرج ده بيكون ليه أساسات قوية بتبان بقى في طريقة الركوب والأعصاب والأداء مع الحصان، والثبات الانفعالي مهم جدا. أحيي الفرسان على أدائهم. التخطيط بيبقى على يعني طويل الأجل، و عشان اوصل بحصاني بياخد وقت من وهو عنده 3 سنين او حسب انا الحصان معايا عنده كام سنة وبينزل انهي مستوى ووصل لفين. الحصان ما يقدرش ينزل من مستوى لمستوى كده زي ما عايز، لا، بيبقى بعد ما يعدي شروط معينة في البطولات يقدر يطلع الموسم اللي بعديه او على حسب 3 مرات يعمل بدون نقاط جزاء يقدر الفارس يطلع للمستوى الاعلى يجرب. 8 نقاط جزاء ليه؟ لازم الحصان كمان يكون على المستوى، مش انه اي واحد ينزل يقولك انا عايز اجرب هنا، لا، وده بيحافظ على سلامة الخيول وسلامة الفرسان. وائل محمد محجري من جمهورية مصر العربية والجواد رونالدو اي اتش وائل المحجري، نشوف بقى هذا الفارس مع حصانه بيظبط خطوته. وبيقول لحصانه هو حس ان حصانه يعني يزود الخطوة شوية. كان حاسس بان الحصان ممكن يوقع اول مانع. قال لحصانه هو اهدى. وائل من الفرسان برضو اللي بيشتركوا في مستويات مختلفة والمستويات العالية، فهو ده حصان جديد. الفارس بينزل مع حصانه للمستوى اللي هو فيه ويبدأ ياخده ويطلع، فالفارس ممكن يشترك في كذا ارتفاع، من يعني مش بس انه خلاص بيشترك في الدرجة الاولى ما يقدرش ينزل الدرجة التانية او الدرجة الرابعة او الخامسة، لا، ممكن لانه بيعد حصانه، فهو في مرحلة اعداد الحصان. وائل محجري بخطوة منتظمة على الثنائي وبخطوة يسيب الحصان كده، والمانع اللي قبل الأخير، ويروح بقى على اخر مانع
شوف الفارس شاف الخطوه منين، من 3 خطوات بيحس بالخطوه، عشان كده حتى وائل من في السنه عندهم حركه كده يطلع لبره شويه يمين على جنب، هو بيشوف الخطوه كده. برافو عليك، 10 نقاط جزاء منهم نقطتين لتجاوز الزمن، كان ماشي بطيء. هو نازل برضو يعني بيعد حصانه، بص بقى المنظر، بص القلعه في اعلى الشاشه والمقطم والجمال بتاع القاهره، ويعني المكان ده فعلا في مكان مميز جدا. لقطه جميله من يعني التصوير بتبين رونق هذا المكان، بطولة وادي الفروسية الدولية. الفارس راح يكلم لجنة التحكيم، وادي التسخين بيبقى فيه 3 سدود وليهم اتجاه واحد، الفارس والفرسان الباقيين كل واحد بقى بيسخن حصانه، ودول ال3 سدود شوف بيبقى أولوية للي بينوت. شوف البنت يعني الفارس عملت ايه، استنت خلت الفارس يعدي وبعد كده كملت. هنشوف الفارس القادم. الفارس القادم من جمهورية مصر العربية يحيى أحمد مكاوي والجواد هيوستن دولاهي. هيوستن دولاهي من جمهورية مصر العربية، وأول وتاني مانع. الفكرة بتاعت ميشيل اسمعلون مصمم المباراة، عمل 1 2 ورا بعض 3 في الأداء، بيسهل بيقول للفرسان ده أول يوم، فبيوريهم الخط السير سلس، لكن أخطاء بسيطة بتؤدي إلى 4 نقاط جزاء على المانع رقم 3. اتزنق بقى في الثنائي ب4 نقاط جزاء تانيين في المرحلة الأولى، ويكمل لو سمعتوا كده صوت الموسيقى والريتم بتاع الموسيقى ماشي مع الخطوة بتاعت الحصان، يعني لو ركزتوا كده في أداء الحصان ريتم. بص يعني الخبطة بتاعت البيت ماشية مع رجلين الحصان، ده بالصدفة، ده مش حاجة مطلوبة، يعني ده كده الإحساس إن الفروسية هي رياضة فنية برضه، بيبان قوي بقى في الترويض اللي بالموسيقى. أداء قوي واضح وجميل. ثمان نقاط جزاء. الميدان الطويل خالص ده اللي بالابيض اللي شايفينه امام حضراتكم والعربيات اللي راكنه فيه ده، ده ميدان الكله اللي هو بيجروا وبياخدوا بالمزراء بياخدوا الكله. شوفوا بقى مصر، شوفوا مصر والحضارات والقلعه، يعني بجد منظر يعني بيتكلم عن حضارتنا. محمد قصي البطاح والجواد جريزال وتام من جمهورية مصر العربية. حضراتكم ممكن تسألوا هي الخيول دي بتاعت الفرسان، على حسب، في خيول ملك الفرسان وفي خيول ملك الهيئات اللي جايين منها، والحصان بيبقى بتاع الفارس متعود عليه.
ما بيقدرش يغيره، ما دام بيشترك بيه في هذه الارتفاعات ما يقدرش يغيره، يعني يقول لا انا هغير حصاني، لا ده بيبقى خلاص متسجل في الاتحاد وبينزل بيه هذه البطوله، والنتيجه بتاعته محسوبه من اول السيزون لاخره. ده في البطولات الجمهوريه. اما في البطولات الدوليه قبل ما الحصان بيشترك بيبقى ليه باسبوره وبيتسجل في الاتحاد الدولي وبينزل وبيتقيد وبينزل هذه البطولات. والحصان في الاول بيبقى بيعدي على الكشف البيطري انه ياكدوا سلامه الحصان، بعد كده يقولوا اه الحصان ده ممكن يشترك، الحصان ما بيعرقش، الحصان ما فيهوش اي حاجه مصاب، فبيقدروا يقولوا بعد كده انه يشترك. يعدي بنقاط جزاء، ودي لجنة التحكيم أعلى الشاشة فوق، دي لجنة التحكيم. أربع نقاط جزاء. بصوا بقى يعني زعلان طبعا على الأربع نقاط جزاء. 48 ثانية 37. بص الجمهور بقى اللي قاعد بيتابع. الفريسة القادمة رازان أحمد هادي والجواد اندفيكس دولا سالم من جمهورية مصر العربية. برافو عليكي، بخطوة حافظة بقى حصانها وعارفة يعني الحصان، لكن هنا اتزنقت سنة ما أثرتش الخطوة شوية عشان الحصان يوصل مظبوط. لا لازم تبقى فيه تحكم شوية من الفارس، انه يبقى الحصان بيتحكم فيه هو بإيديه ورجليه. الامتناع الثاني يؤدي الى الاستبعاد. هارد لك يا رزان. الفارس بيبقى هو داخل على المانع بيقول للحصان بطريقته انه انا اللي بدي الامر. اوقات الحصان ممكن يتلائم شوية على الفارس ويعني عايز يهرب كده منه. الاتيتيود او الطريقه اللي بنوجه بيها الحصان لازم فيها حزم، مش عنف، حزم حزم. الفارس القادم عبد الرحمن محمد سمير من جمهوريه مصر العربيه. والجمهور المتابع، بص عبد الرحمن بقى بيوزن حصانه، راكب بسرعين، في سرعين في ايديه مش سرعة واحد، بيبقى في حلقتين. يعني الحصان بقى اتأخر شوية قوي، هو هدى قوي، فالحصان طلع لأعلى ما كملش العرض راح موقع المانع. هارد لك. مهم قوي ان الحصان يبقى ماشي في خطوته والفارس محافظ على توازنه ومكمل. مابي ويجي ووتر ميلون. والثنائي مسك قوي طبعا بقى الحصان، قال له لا مش هكمل، وقف، راحت قوة الاندفاع بتاعته. يلف تاني واربع نقاط جزاء تانيين، ادي 8 على هذا المانع واربعة بعديهم. وقبل اخر مانع وبيتجه للمانع الاخير، هارد لك هارد لك. هنشوف بقى مجموع نقاط الجزاء. واحد
20 نقطة جزاء منهم 5 لتجاوز الزمن. الزمن بيبقى محدد ما بين الرايات البداية ورايات النهاية، بيبقى في مسافة، والسرعة المطلوبة يا إما 350 متر في الدقيقة، ده 350 متر في الدقيقة، فبيبقى في زمن محدد. الجواد كاندي مان والفارس إسماعيل هشام صلاح الدين من جمهورية مصر العربية. وحاطط خطوة، هو بيعمل ايه الفارس؟ بيضغط بالسمانات، ضغطة السمانة دي كأننا بندوس بنزين، والإيد بتوزن، هي مش فرامل، هي توجيه ووزنة مع الحصان، بحيث ان الحصان بيستنى عليها يقصر خطوته او يطول يكبر خطوته، يعني يكبر المسافة ما بين الارجل الامامية والخلفية، مش سرعة. السرعة بتبقى حاجة تالتة، يعني ان هو بصوا بيكبر الخطوة، هو مش بيجري سريع ولكن بيكبر خطوته ويرجع يقصرها تاني. برافو عليك. طبعا الزمن هنا حيوي، والمانع القبل الاخير، ويلف علشان يروح للمانع الاخير وبدون نقاط جزاء، ويعدي باداء جيد. ستة وثلاثين ثانية، ادي وادي الفروسية والفندق ده اللي بالازاز. شاهين ابو جرين والجواد لوتشيوس بخطوة منتظمة، هتلاحظوا شوية ان اغلب الفرسان مش بتقعد على السرك غير اخر ثلاث خطوات، لكن غير كده بيبقى واقف ما بيقعدش على السرك. ليه؟ عشان يخلي عضلة الحصان الظهر حر. ويوزن تاني. اربع نقاط جزاء. الفارس الليبي من ليبيا. من ليبيا شاهين ابو جرين. زي ما حضراتكم شايفين وينهي خط السير. ثمان نقاط جزاء. الفارس القادم باسل محمد هلال والجواد ابن داتس من جمهورية مصر العربية. نشوف بقى أداء هذا الفارس مع حصانه
فرصة إيبوندات لونها رمادي، وبيظبط بقى بصوا الاتجاه الخطوة الشمال عشان يروح لرقم واحد. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، رقم اتنين، سبع خطوات ما بين واحد واتنين، تلاتة قائم وعلى مسافة انحناء بسيط رقم أربعة. مصمم المباراة عارف إن دي بطولة دولية وأول يوم، هو مش بيحط أسئلة صعبة في أول يوم، بيحط أسئلة يعني بتدعو الفرسان إن تروح وتكمل المشوار حتى اليوم الثالث. بصوا برضو الموسيقى ماشية مع الخطوة كأن الحصان بيعزف بآلة الإيقاع. والمانع يا أربع نقاط جزاء، يعني خطف وخطف كده ويكمل باسل محمد هلال. أربع نقاط جزاء. من جمهورية مصر العربية ملك ياسر عبد الظاهر والجواد إنفينيتي كامباري الفارسة المصرية وجوادها، ونشوف بقى هذا الثنائي الحصان والفارسة ملك ياسر عبد الظاهر. امتناع على أول مانع، مهم قوي انه الفارس يبقى حازم في قراراته بتشد من الحصان شوية حتى باين عليها، لكن تلاحظوا ايجابيتها انها ايجابية مش بتتردد، هي بس بتوزن حصانها وتقول له لا استنى شوية. بصوا بقى نوع الزياده في السرعه ما خلاش تاخد الدوران ده، جري منها شويه، لازم تكون سرعها اقصر من كده شويه. حتى بيقولوا لها اعملي دايره عشان الحصان يهدى معاها شويه، وعملت دايره واستبعاد. تاني امتناع لان كان عندها امتناع على اول مانع والدايره دي عملت امتناع تاني. ادم محمد عبد المحسن والجواد كاتيا من جمهوريه مصر العربيه. خطوة منتظمة أربع نقاط جزاء توقيع المانع.
ومن مسافة بعيدة شوية الحصان طلع، لكن قدر يغطي هذا الارتفاع، ارتفاع متر 15 مش مشكلة بالنسبة للحصان. برافو عليك آدم محمد عبد المحسن. وآخر مانع تمن نقاط جزاء لآدم وحصانه كاتيا. الفارس القادم من جمهورية مصر العربية سليم نادر عاطي والجواد جولدن بوس بيطبطب على حصانه. ليه بقى بيعمل كده؟ عارف ان حصانه بيدخل الميدان بيبقى شوية على اعصابه، فهو بيديله فرصة برغم ان الجمهور قاعد هادي ولذيذ، لكن الحصان بيبقى على اعصابه وبيطبطب عليه كده علشان يقول له اطمن، ويبدأ بخط السير. يمكن واضح العرق بتاع الحصان، شايفين في الرقبة الابيض دل على رقبة الحصان، ده العرق، ويمكن على ظهره برضو باين انه عرقان. ويكمل يا امتناع مفاجئ على الثنائي. هو الفارس كان عنده ثقه في حصانه انه خلاص طالع، راح مره واحده واخد الحرم. اربع نقاط جزاء والزمن طبعا بقى محسوب عليه. نفس القصة على الثنائي الثاني يؤدي إلى الاستبعاد. الامتناع الثاني. بص الحصان عصبي، عشان كده الحصان عرقان كمان، لأن هو بيطلع الطاقة بتاعته دي في عصبيته شوية. الفارس القادم حسين أحمد الجباس والجواد سوبر مان. يا ترى بقى يا حسين سوبر مان هيعمل ايه معاك هذا الثنائي حسين الجباس والسوبر مان جمهورية مصر العربية؟ بهدوء لو ركزتوا شوية في الحصان هتلاقوه مرخي في بقه. يعني ايه مرخي في بقه؟ يعني الحصان الارتمة اللي في بقه دي بيندخها وبيلعب بيها يعني مبسوط مش مضايقاه. مهم جدا ان الحصان بالنسبة للفارس علامة ان الحصان مبسوط بالارتمة اللي في بقه، انه يكون مرخي كده. ليه؟ الارتمة دي بتعدي من الحتة اللي يلا 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 كمل 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 وكمل. الأرطمة دي بتعدي في المنطقة اللي ما فيهاش سنان، السنان بتبقى القوارب من قدام وبعد كده منطقة فاضية وبعد كده الدروس. فالحتة اللي بتمر بيها الأرطمة بتبقى حتة ما فيهاش سنان. برافو عليك.
ويعدي حسين احمد الجباس وسوبرمان بدون نقاط جزاء. ب 34 ثانية و 83 من 100 بدون نقاط جزاء، برافو عليك. الفارس القادم كريم شريف محمد شوقي والجواد أوبريان في ال من جمهورية مصر العربية. الفرسان بيبحثوا على النقاط علشان يبقوا في ال 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 واخدين نقاط للمجموعة السبعة. ايه هي المجموعة السبعة؟ المجموعة السبعة هي دول شمال افريقيا من اول المغرب والجزائر تونس ليبيا مصر، وبعد كده المنطقة العربية السعودية الامارات جميع الدول العربية الكويت سوريا لبنان الأردن. دي المنطقة عمان البحرين، دي المنطقة السبعة، والمنطقة السبعة بيبقى فيها التنافس لمين اللي يتأهل بقى في التنافس. يعني الأولمبياد بيجي التأهيل منها الأول والتاني في الفردي والأول والتاني في الفرق. نشوف بقى كريم وأوبريان طبعا هو موقع مانع فماشي مش بيجري بقى، عايز يعمل بس يعني أداء جيد. مركز في خط السير ويعدي كريم شريف محمد شوقي. أربع نقاط جزاء، 46 ثانية، 48. ماريوس الفارس ماريوس برينكمان من المجر والجواد كاتلينا. بص بقى الاداء بتاع الفارس، بصوا هنا بقى بيظبط على طول حصانه وهو متحرك علشان الحصان يبقى بخطوه منتظمه، لكن لخبطه بسيطه. بيقاوموا شويه ولكن بص ماريوس مش مشكله في الثبات الانفعالي، بينسحب. بينسحب ماريوس. الفارس ماريوس برينكمان من ألمانيا منسحب. الفارس القادم من أستراليا كونل نوراد والجواد جينو.
من أستراليا. بص بقى جاي المشوار كله. ليشارك في المنطقة، ممكن يكون بالنسبة له أول مرة يزور هذه المنطقة. غير كده بقى إن الفرسان دول بيتفرجوا على معالم مصر بالحضارية والمناطق الأثرية، مش بس الرياضة، فبيرجعوا يشرحوا لمتابعيهم وأهاليهم وأصدقائهم اللي شافوه في مصر إيه، والحضارات والجمال اللي بلدنا فيه. وده رياضة بتشجع للسياحة، مهم جدا. يا امتناع وسقوط، هارد لك. الحمد لله على السلامة. وقام قال لهم ما عنديش مشكلة. استبعاد لسقوط الفارس. هارد لك يا كونر. بص بقى راح وبياخد حصانه مفيش، ما تنرفس على الحصان ولا زعل منه، لا مش مشكلة، ده أكيد هيطبطب عليه. هي دي الفروسية. الفارسة القادمة هيا محمد أسامة البرعي من جمهورية مصر العربية والجواد ديونسوس دو تريفال. فارسة بقى والدها فارس دولي وبيشترك، وأخوها فارس دولي برضو بيشترك معاها، وهي فارسة دولية. جود لك يا هيا. ووالدتها برضو فارس. الأسرة بالكامل. تظبط الخطوة المهم. كمان بقى المسافة اللي ما بين السدود، بيبقى الحصان لازم يفضل في القالب بتاعه، الشكل بتاعه، التحكم اللي مطلوب منه من الفارس. شوفوا هي مظبطة الخطوة، بعدين بتطولها آخر خطوتين. يلا يا هيا اتحركي. بص بقى بتتحرك عشان تلف ضيق وتروح للثنائي. يا اربع نقاط جزاء، توقيعه بسيطه جدا جدا جدا. اربع نقاط جزاء في المرحله الثانيه. هارد لك يا هاي. أداءها جميل وراقي جدا. من ألمانيا لارا سكاكيني بنت الفارس أندري سكاكيني والجواد كايدينا. لارا سكاكيني بتمثل ألمانيا دلوقتي، لأن هو أندري عايش في ألمانيا، وهي بقى يعني من أصول مصرية ولكن بتمثل ألمانيا. لارا سكاكيني
والدها فارس أوليمبي. يلا يا لارا. وتظبط خطوة حصانها وفي المنطقة بقى اللي هي لازم بتجري فيها شوية. وتروح بقى لقبل آخر مانع. وهتلف على آخر مانع لارا أندري ساكاكيني. وتعدي لارا أندري ساكاكيني من ألمانيا بدون ده يعني بالألماني بيتقال لها النتيجة. لارا ساكاكيني خمسة وثلاثين سبعة وعشرين ثانية في الجزء الثاني. الفارس القادم من جمهورية مصر العربية عمر عدلي يكن والجواد ميستري ممثلا لجمهورية مصر العربية. الحقيقة كنت سعيد ان انا اشوف لارا سكاكيني بنت الفارس الـ يعني هو مش بيمثل مصر دلوقتي ولكن هو بنقول عليه برضو فارس مصري أندري سكاكيني اللي في منطقة بالكامل اسمها حي السكاكين ده جده. عمر يكن بيظبط الخطوة مع حصانه. الجزء الأولاني بيبقى الفرسان عايزة تعدي بدون نقاط جزاء وبعد كده تروح الجزء الثاني تجري بقى تعمل زمن أقل. من أول هنا يبدأ الزمن يبقى حيوي. عشان كده الدوران ده في فكرة انه الفارس يجري وياخد السد ده يعني بانحناء عشان ينزل منه ناحية اليسار يروح للثنائي. فدي فكرة من مصمم المباراة انه يدي فرصة للفرسان من هنا ممكن تؤكل الكتف من هنا ممكن يقلل الزمن. يا اربع نقاط جزاء. ويعدي ويطبطب يعني على حصانه. بص الطبطب. برافو. زمن نقاط جزاء. مقدم راني هاملت الخواص والجواد جاست بريدج من جمهورية مصر العربية. والده من كانوا فرسان برضو اللي هو هاملت الخواص. وراني مقدم راني هاملت من أبطال اللي برضو راحوا فازوا في بطولة العالم في الكلة اللي التقاط الأوتاد بالرمح وبالسيف الفروسية دائما في هذه الأسرة. طبعا وسط بقى جمهوره وفي منطقته
في الشرطة. طبعا الـ الـ العسكريين دايما بيلتزموا بالزي العسكري، الـ الـ الشرطة او القوات المسلحة الاتنين بيلتزموا بالزي العسكري، مهم جدا. وبخطوة منتظمة على الثنائي بيبص بقى على المانع اللي رايح له عشان يرسم الدوران بتاعه. ويكمل على الأقصر وبدون نقاط جزاء. مقدم راني هاملة الخواص. ونشوف بقى الزمن. ستة واربعين اربعة وتلاتين هو الزمن للمقدم راني هاملة الخواص من جمهورية مصر العربية وجاست بريدج. الفارس القادم هو الفارس ياسين محمد ياسين والجواد هاملتون من جمهورية مصر العربية. ادي ياسين بخطوة منتظمة بيقول لحصانه يلا، فحصانه قاومه شوية كده لكن بثبات انفعالي بيحافظ على الخطوة بتاعت الحصان، لكن اتزنق هنا في الثنائي بأربع نقاط جزاء. بيكمل. شايفين الشريطة الحمراء اللي على ديل الحصان؟ ده معناها ان الحصان ده ممكن يرفس، يا يرفس خيول يا يرقص، يعني ممكن يرفس برضو يعني اداة المقاومة بتاعته. فبيتحط شريطة حمراء عشان تقول للناس والفرسان وهم راكبين في ارض التسخين خلي بالكم، خليكم بعيد ما تقربوش منه لانه ممكن يرفس. في خيول كده بتبقى يعني عندها شخصية قوية كده و يعني ما يحبش حد يقرب منه. تمن نقاط جزاء. لياسين محمد ياسين. الفارس القادم هو الفارس ماجد شوقي سوريال والجواد اسبريت طوكيو. هو وبنته بيمارسوا هذه الرياضة. ماجد شوقي كلنا عارفين ماجد شوقي واسبريت طوكيو. كان في وقت من الأوقات كان ماجد شوقي هو رئيس البورصة المصرية. يظبط سرعه على طول. مكمل الثنائي. بصوا بقى ماجد بيحافظ على الثبات الانفعالي بتاعه ويفضل في هدوء
والحصان مكمل وهو مكمل معاه. برافو عليك. والسد القائم. شايفين في الصورة أنا الوحيد مساعدة مصمم المباراة. برافو عليك وبدون نقاط جزاء. جولة رائعة بدون نقاط جزاء. الفارس القادم محمود خالد جمال الدين والجواد جالوس من جمهورية مصر العربية. شوفوا واحد اتنين اهوت السد المانع الازرق ووراه المانع الاحمر. اقصر قائم رقم 3 سد قائم يعني ما فيهوش عرض، ورقم 4 اقصر في ارتفاع وعرض، والحصان قدر يلحق ويعدي المانع. حتى يعني يمكن كان عايز يهدى لكن الحصان ما هديش كفايه عشان كده اتزنق في المسافه بتاعت الثنائي. الامتناع على الاقصر ويضربوا له الجرس. ليه؟ لانه وقع المانع فهيرجعوا يبنوه بسرعه. والفارس هنا الزمن بيتوقف ويستنى لغايه ما يتبني المانع ويرجع. طبعا الفارس هنا بتبقى في مخه بتدور حاجات كتيره قوي، الحصان وقف ليه؟ عمل ايه؟ طب هعمل ايه لما ارجع تاني؟ فبتبقى القصه فيها نوع من انواع العتاب النفسي ويلحق يصلح الخطا بتاعه عشان ما يوقفش تاني ويستبعد. بصوا الامتناع. ويكمل. ايوه كده. والثنائي والمانع اللي بعديه، وبعد كده هيلف على المانع القبل الاخير ويروح على الاقصر الاخير. الاقصر الاخير قدامه البوابة الخروج، فالحصان ممكن يسحب على هذا السد فممكن يوقعه. بيبقى برضو سؤال من مصمم المباراة، حاطط السد الاخير فين؟ والحصان بيبقى عارف ان دي بوابة الخروج فيروح عايز يسحب بقى، عايز يروح. تمن نقاط جزاء. الفارس القادم عمار وليد عبد الله
والجواد جوجل من جمهورية مصر العربية. أول سد بيبقى أوقات يعني أول سد وآخر سد أكتر سدين من الفارس بيبقى دايما عايل همه، لأنه أول سد لو وقع بيحبط أمان الفارس، وآخر سد يبقى خلاص عادي ويقول أنا خلصت، فيروح موقع آخر سد أوقات بتحصل كده، فبتبقى محبطة شوية للفرسان. والثنائي ويكمل لغاية دلوقتي، يعني الفرسان مفيش حد عمل زمن أقل من ماشي بأداء جيد. أربع نقاط جزاء، محدش عمل الزمن اللي حققه يوسف أسامة عبد حتى الآن، 32 ثانية و3 نشوف بقى مين هيقدر يحطم هذا الزمن، لانه يعني يوسف أسامة عبد الهادي ماشي في المقدمه. نروح للفارس القادم مروان محمد شعراوي من جمهوريه مصر العربيه، ومايكا فارس اسكندراني من فرسان نادي سبورتنج وهو بيمثل جمهورية مصر العربية. أربع نقاط جزاء على الثنائي، هارد لك يا مروان، لكن امتناع يا مروان يا مروان. بص بقى هنا يعني بيقول الحصان كده عملت فيا كده، ده أنا كنت خلاص بعدي المانع. بيسألوه بيطمنوا عليه انت كويس، قال له انا تمام، قال له انا كويس. بصوا خلاص الحصان كان طالع وهو كان في الاستعداد الطلوع، لكن الحصان امتنع. هاردك يا مروان. نشوف الفارس القادم. من جمهورية مصر العربية أحمد محمد نجيب. والجواد داستن. أحمد نجيب يا أحمد، أول مانع كده بتبقى القصيدة مش لطيفة. أربع نقاط جزاء على أول مانع.
بخطوة سلسة وينهي خط سيره. أحمد نجيب 20 نقطة جزاء. في 44 ثانية 07 الفارس القادم من سوريا مناف الجبري والجواد كادورا. مناف الجبري من سوريا ودلوقتي في أوروبا، قعد كتير في مصر فترة ودلوقتي بقى في سوريا. شايفين سامعين الجمهور بيحيي الفارس السوري اهو، هو حتى بيبص لهم كده وبيدعبهم بيضحك. مناف الجبري بيضحك و يعني بيقول لهم معايا بقى يلا. كادورا ومناف الجبري من سوريا، هو بقى بص بيشوف برضه حصانه اول يوم، يعني كان المفروض يكمل امتناع، بيطبطب على حصانه. برافو عليك يا مناف، بيطبطب على حصانه على طول كانه ما حصلش حاجه، بيطمن حصانه. بص الحصان هنا بيطمن، بينسى القصه، بيرجعوا يبنوا المانع. لا احنا مع مناف برضو مش مع هذا الفارس. مناف لسه هيعملوا له المانع عشان يكمل خط السير. ادي مناف بيعمل الدايرة بتاعته حوالين الثنائي وهيضربوا له الجرس عشان يرجع يكمل. بيستنى واول ما هيسيب المانع هيضربوا الجرس لمناف الجبري لان هو عنده امتناع ووقع المانع، فلازم المانع يتبني تاني ويرجع ياخد خط السير تاني. ويكمل. شوفوا بقى هنا دي مسافه محسوبه من المانع ده للمانع اللي بعديه، ويلف على السد القائم برافو عليك يا مناف، هارد لك مناف جبري من سوريا. ثمان نقاط جزاء لمناف الجبري. عمر سليمان وليتل تشاينا من جمهورية مصر العربية.
هنشوف بقى هذا الفارس اخر الفرسان المشتركين في هذا الارتفاع السمول تور او الدوره الصغيره، لانه بيقسموها للمستويات سمول ميديوم بيج، الدوره الصغيره والمتوسطه والكبيره. الدوره الصغيره بتبقى ارتفاع متر و15 على حسب برضو المسابقة ايه وشروطها ايه وكم نجمة. احنا هذه المسابقة هي نجمتين، CSI 2 stars. النجوم بتبقى على حسب اجمالي الجوائز ايه والمستويات ايه والفرسان المشتركين ايه كمان. وعلى المانع اللي المفروض بيتاخد بجنب شويه كده علشان يقللوا الزمن. ويكمل. اربع نقاط جزاء. ويوني خط السير. واحد واربعين تسعة وخمسين ثانية. تمن نقاط جزاء. ودقائق وحيعلنوا الفرسان الفائزين. بص المنظر بقى الجميل على البحيرة، جزء من بحيرة عين السيرة، وده الملعب الكبير. ده هو ده ملعب التقاط الأوتاد، وده ملعب ممكن فروسية، واللي جنبه تسخين. يعني أوقات بتقام مسابقات على هذا الملعب، والملعب الرئيسي برضو ليه أرض تسخين المغطاة. وشايفين إعادات من الفرسان. في انتظار النتائج طبعا يوسف أسامة عبد الهادي والجواد اندفيكس من جمهورية مصر العربية بدون نقاط جزاء و32 ثانية 03. المركز الثاني كاترينا فون اسن من ألمانيا ب33 ثانية 43 من 100 بدون نقاط جزاء. المركز الثالث مناف الجبري ب34 ثانية 50 من 100 بسمايل زد من سوريا. الخامس حسين أحمد الرابع حسين أحمد الجباس 34 ثانية 83 من 100. الخامس لارا سكاكيني من ألمانيا ب 35 ثانية 27. يوسف أسامة عبد الهادي أدينا 70 مجال داخلية. والمركز الثاني كاترينا فون أسن. الثالث مناف حسين الجباس المركز التالي الرابع. المركز الخامس من ألمانيا دارة سكينة شادي أشرف حسن 35 ثانية. في انتظار الفرسان. شايفين بقى المنظر العام للمكان والبحيرة الجميلة
والطرق اللي سهلت التواصل ما بين الطريق الدائري للمتحف الحضارات والمنطقة اللي ندخل وسط القاهرة، يعني أفكار بتسهل الناس انها تروح للمناطق وتزور المناطق وتتفسح في المناطق اللي بتشوفها في القاهرة، ومش القاهرة بس، من اسكندرية حتى أسوان، يعني من الشمال إلى الجنوب، أو لو نقول بقى من اللغة المصرية القديمة من الجنوب حتى الشمال، من أبر إيجيبت أو مصر العليا حتى أقل نقطة وعلى البحر المتوسط الإسكندري. في استعداد الفرسان الدخول لاستلام الجوائز. نشوف، بصوا الفارسات، هذه الفارسة اللي عملت المركز الثاني بأدائها، بس بقى بتطبطب على حصانها وتحييه. بص بقى أداء الفرسان في الإعادة باين أمام حضراتكم. المصرية وتفاعلاتها اللي بتبان على وجهها قوي. وتقول لحصانها يلا بينا وانا معاك. شوفوا أداء الفرسان والتحكم في خيولهم. والسرعة، يا سلام عليكم. مع الإعادة للفرسان وتعبيرات، نركز شوية بقى في تعبيرات اللي باينة على وشوش الفرسان وأدائها وتركيزها.
في انتظار الفرسان الفائزين للدخول لاستلام الجوائز. ادي الفرسان الفائزين مناف الجبري اهو شايفينه ورا، والفائز بالمركز الاول يوسف أسامة عبد الهادي ب 32 ثانية 03. كل واحد بقى هيقف في مكانه. أدي يوسف أهو في المقدمة معاه السايس بتاعه. المركز السادس شادي أشرف حسن من جمهورية مصر العربية. أدي شادي أشرف وبيقدم له جواز جائزة مروان زبدوك من ليبيا. التحية ليهم. هو حكم دولي. والفائزة بالمركز الخامس لارا سكاكيني ابنة الفارس أندريه سكاكيني. طبعا احنا هنعتبرها برضو في وسط جمهورها لانها يعني مصرية ألمانية بتمثل ألمانيا. لارا سكاكيني وبيقدم لها الجائزة الدكتور محمد الشربيني رئيس لجنة الحكام اليوم الحكم الدولي. الفارس الفائز بالمركز الرابع حسين احمد الجباس والجواد سوبرمان ب 34 ثانية 83 من 100. يا دوبك يعني فرق بينه وبين لارا 35-27 الفرق قريب قوي ثانية تقريبا أو أقل من ثانية. حسين أحمد الجباس المركز الثالث من سوريا المركز الثالث مناف الجبري من سوريا والجواد سمايل زد. وبيحيي الدكتور محمد الشربيني وبيديله الجائزة ومعاه مروان زنطوط الحكم الدولي من الاتحاد الدولي. والمركز الثاني كاترينا فون أسن من ألمانيا. والمركز الثاني اهو موجود رقم سكند وادي ميشيل اسمعلون اللي لابس طاقيه كده، ده مصمم المباراه. شوف هو بيقيس وبيشوف الاسئله للارتفاع القادم. دي مهمته. والفائز بالمركز الاول بجداره يوسف اسامه عبد الهادي. يوسف اسامه عبد الهادي وان ذا فيكس دا بيفونا يعني يحتل الشاشه كلها ويظهر في المقدمه بفوزه باقل زمن بدون نقاط جزاء. برافو عليك يا يوسف 32-03. برافو عليك يا يوسف، كان اداء مميز. وشوف فرحته باين عليه، باين عليه فرحته امام الكاميرات. والآن السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
السلام الوطني لجمهورية مصر العربية بفوز الفارس المصري بأداء مميز جدا يوسف أسامة عبد الهادي والجواد إنفيكس دا فيفونا وب 32 ثانية 03. برافو عليكم. والآن دائرة النصر للفرسان الفائزين، وزي ما شايفين بقى مصمم المباراة قاعد بيتابع. هنشوف بقى دائرة الفرسان الفائزين يوسف أسامة عبد الهادي، وخلفه كاترينا فون أسن المركز الثاني، مناف الجبري سوريا المركز الثالث، حسين أحمد الجباس الرابع من مصر، لارا سكاكيني المركز الخامس من ألمانيا، شادي أشرف حسن من مصر المركز السادس. مع اللقطات الجميلة الرائعة وتحية الفرسان في هذا المكان الرائع وجبل المقطم الجميل اللي يعلو القاهرة. برافو عليكم. أتمنى تكونوا قد استمتعتم بهذا الارتفاع. هنخرج فاصل قصير حتى نعود مرة أخرى للارتفاع القادم. وأدي المنظر العام أعزائي المشاهدين اللي بتستمتعوا به على الشاشة أمام حضراتكم مصر. حتى نعود مرة أخرى نلتقي قريبا إن شاء الله.